السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في أول رمضان عملت فيديو، قلت لكم كان فيديو كده لإيه، قلت لكم يا ترى ده إيه. كان البرطمان دوت، ومعاه كان برطمان تانيين، قلت لكم دي حاجة أنا بجربها عشان إن شاء الله بأمر الله هتكون حاجة حصرية على اليوتيوب. بفضل الله هي نجحت. كان المفروض إن أنا هستنى كمان 5 أيام وبعد كده أسجل لكم الفيديو عشان يكون الوقت زي ما أنا قلت لكم، 5 6 أيام كده، لأن أنا قلت الموضوع دوت لازم يقعد معايا فترة عشان اتأكد منه. لكن نظرا لان ده كان خلاص البرطمانات خلصت، ده اخر برطمان فيهم، فقلت مش هينفع، لازم ان انا الحق اسجله قبل بقى لا يبقى حصري ولا ما حصريش. اولا اقول لكم ان قبل رمضان انا ما عنديش فريزر، فالفريزر عندي بيبقى مليان، واهم حاجه بالنسبه لي الميه اللحمه المعصجه الصلصه. لكن الصلصه زي ما كنت منزلت لكم في الفيديو قبل كده، البرطمانات دي محفوظه في الدولاب بتاع المطبخ، والله العظيم يمكن بقالها اكتر من شهرين ولا حاجه كده، دول اللي اتبقوا معايا. بملى الدولاب بتاع المطبخ من فوق برطمانات بتاعه صلصه، ممكن تقعد معايا بالسنه، فعلا بتقعد يعني مش بسيبها سنه، بس انا مثلا ممكن ماكسيموم هتتساب 6 7 شهور بالنسبه لي اكون خلصت الكميه اللي ببقى عاملاها. الصلصه ديت معموله بالبصل بتاعها، يعني انا باخد منها بدلق كده على طول واحط الخضار بتاعي جاهزه متصلصه جاهزه كلها ببصل، مش بحط توم، التوم بفضل ان انا احطه فريش. تمام، التكنيك بتاعها كنا قايلين عليه ان هو بس البرطمانات معقمه جدا، بحط البرطمان بيبقى سخن والصلصه كمان بتبقى سخنه جدا، فانت اول ما بتقفلي وبحط النايلون الاسترتش ده، فانت اول ما بتقفلي خلاص انت احكمتي، مفيش هوا خالص نهائيا بيكون داخل البرطمان، فتيجي بتفتحي حتى بيعمل نفس الصوت الطرقعه بتاعت المصانع. نرجع لموضوعنا، دي ايه؟ دي مرق الدجاج كريمي. مرق الدجاج اللي عارفين مرقه الدجاج اللي بتتعمل في البيت لازم تتحفظ في الثلاجه، في الفريزر كمان خصيصا. طيب انا كان اصلا عندي مرق الدجاج دي كنت عاملاه اسفه، دي كنت عاملاها من المره الاولانيه خالص من كام شهر معاكم، من حوالي 7 أو 8 شهور. تمام، وقلت لكم ساعتها سواء اتقطعت مكعبات او اتحطت في كيس مش هتفرق، انا بالنسبه لي كده كده هاخد قطعه منها وانزلها. حتى كنت عاملاها في الفيديو، كنت عامله منها محطوط في قوالب تلج، قلت لكم هي في كل الاحوال هتتحفظ في الفريزر، فانا مش هيفرق معايا بالنسبه لي المنظر بتاعها. المهم كان ايه التحدي بقى؟ نعمل فلاش باك كده ونجيب الفيديو اللي كنت مصوراه. انا نشفت الماجي ديت لاقصى درجه، اكتر من اللي انا بحطها، يعني تكت يعني بقت جافه للغايه، ودلوقتي انا هنزلها في البرطمانات، هي سخنه والبرطمانات هي كمان سخنه، نفس الفكره بالظبط اللي حطيت بيها الصلصه اللي بنشيلها في رف المطبخ. برطمان انا مليته على الاخر زيه زي برطمانات الصلصه بالظبط، هزود بس قطعه نايلون احطها عليه من فوق قبل ما اقفله. دي تجربه، انا مش عارفه لو البرطمانات ديت فضلت كده كويسه فانا هنزل الفيديو بتاعها، لو محصلش نصيب زي ما بيقولوا كده نكفى على الخبر مجهول وخلاص، يا دار ما دخلك شر. انا كنت مضطره ان انا اعملهم عشان انا مش الفريزر مليان وكميه شوربه كبيره، وفي الوقت نفسه انا عندي مرقه من المره اللي فاتت، وطبعا حرام ارمي الشوربه ديت، يعني بالنسبه لي قطره شوربه تساوي حياه، بحتاجها في ساعه الواحد بيبقى مزنوق في حاجه بسيطه عايز حبه شوربه صغيرين، فمش هينفع ان انا ارميها ومفيش مكان في الفريزر، فكانت معادله صعبه. خلينا بقى نجرب الفكره ديت، انا اعتقد بنسبه كبيره ان هي هتنجح، لان الصلصه عندي بتقعد بالشهور في دولاب المطبخ في عز الحر ما بيحصلهاش حاجه، بنفس التكنيك دوت ان انا احط الصلصه وهي بتغلي والبرطمانات كمان بتبقى سخنه، بيكون الغطا بتاعها محكم بالظبط زي برطمانات الصلصه اللي بنشتريها من بره، فهو دوت بيخليها تفضل موجوده بالسنه. فعلا بصي اول ما بتقفلي العلبيه بترتفع لفوق عشان ما فيش هوا خالص، نفس الحكايه هنا. ده عدى اسبوع نشوف، ريحتها تحفة زي ما هي ما
شفنا اللقطة ديت، انا دلوقتي هفتحها معاكم. انا عايزة اقول لكم انا عملت في الفيديوهات اللي صورتها في الفترة الاخيرة كلها استخدمت المرقة دي، بس كان برطمان تاني وخلص، كان في برطمانين تانيين اصغر من ده وخلصوا. بما اني هفتح ده النهاردة فعشان كده قلت اصور لكم. اللي استخدمته مع الحواوشي، مع الكفته، مع خلطه المحشي، مع تتبيله الفراخ، مع صوص المكرونه، استخدمته في حاجات كتير جدا اسهل بكتير. بسم الله. وطبعا بيبقى مقفول، علشان مقفول يعتبر تحت ضغط حراره، فبيبقى الفتح بتاعه صعب جدا زيه زي اي برطمان معقم انت بتجيبيه. الحمد لله على وضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قدامكم اهي، شمها انا زي ما هي ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصراحه الموضوع ده فرق معايا جدا جدا جدا، زي ما انتم سمعتوا كده ان كميه شوربه كبيره في الفريزر وانا مش محتاجه صلصه ماجي مكعبات عندي، ومش هينفع اعمل بيها حاجه ومش هينفع ارميها طبعا اطلاقا. فجت في بالي الفكره دي، البرطمان بمجرد ان هو اتفتح ده كده هيتحط على رف التلاجة، قبل ما هو يتفتح خلاص محفوظ عندي في دولاب المطبخ، مش هيحصل له اي حاجة زيه زي برطمانات الصلصة. انا هجربها معاكم دلوقتي كمان في حاجة، هعمل شوربة خضار بمية ومرقة من الدجاج. طبعا دي اصلا مليانة بهاريز، انا هاخد المعلقة دي في لتر مية هدوبها، بدل انا حطيت المعلقة دي كده يبقى انا مش هرجع بيها تاني على الشوربة. بصي انا لسه ما رفعتهاش على النار ليشوفها ما يفرقش بينها وبين اي شوربه. طبعا ريحتها ما شاء الله جميله جدا. هرفعها على النار بس هاخد غلوه واحده واحط شوربه الخضار العاديه بتاعتنا، كوسه، جزر، فاصوليا، بسلة، بطاطس، وطبعا كرفس. الكرفس الافرنجي بيبقى احلى بكتير جدا جدا من الكرفس البلدي في شوربه الخضار وفي السلطات. هي هتاخد غلوه واحده بس وهنزل بيهم. هحط البرطمان بقى بتاعي كده تاني وهحطه دلوقتي على رف التلاجة. انتوا مش متخيلين ده كان بالنسبة لي اسهل ازاي في الاستخدام من المكعبات اللي في الفريزر، واطلعها وتفك عشان اعرف ادهنها لو هتبل حاجة ولا كده. كده بقت اسهل بكتير واوفر بكتير جدا جدا في الوقت، واوفر في استخدام الادوات والمواعين وفرز وكلام من ده. يعني بصراحة وفرت لي في كل حاجة. الشوربة غليت غلبة واحدة بس، احط الخضار. دي شوربة الخضار، كرفس انا بحطه في الاخر فبيفضل محتفظ باللون بتاعه. بصي ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. محتاجة بس كده عصرة ليمونة وتبقى جاهزة. انا صراحة انا مبسوطة جدا جدا بالموضوع دوت، يعني حاسة ان عملت انجاز اضافة الحمد لله والشكر لله. اتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت كده حلو، شير لاصحابكم الفيديو، في ناس كتير بالموضوع دوت هيفرق معاهم ان شاء الله. يعني الشوربه دي كده فرقت كتير جدا جدا، يعني اضافه الحمد لله ان حاجه ممكن تتعمل بسهوله وتتخزن بكميات كبيره تنفع في المناسبات لو في فرح ولا عزومات كتيره ورا بعضها، هتسهل عليكي كتير. المهمه الاساسي بقى بتاعنا احنا اصلا كنا عاملين مرقه الدجاج ديت ازاي، دي هتشوفيها في الفيديو بتاع مرقه الدجاج الطريقه بتاعتها. بس عموما هي كانت كميه شوربه كتير قوي، على قد ما تقدري او على قد ما الكميه اللي عندك، لان انا بحتفظ بكل كوبايه شوربه قلت لك مش برمي منها ولا حاجه خالص، ابعد عن الحراره. وبحط معاها كرفس والبصل وجزر وحبة توم صغيرين، فلفل اسود حصى، وحبهان ورق لور، وكل دوت بياخد له غلوة محترمة لغاية ما يتهري تماما تماما تماما، ويتضرب بعد كده لما يبرد بيتضرب في الخلاط ويتشوح له معلقتين دقيق حلوين. انا مش بكتر دقيق، قلت لكم مش بكتر دقيق ليه، لان انا كده كده في كل الاحوال هحفظها في الفريزر او هحفظها معقمة في على رف الدولاب المطبخ، فانا مش محتاجه دقيق. الناس بتعمل بتحط شركات بتحط لها دقيق او بتحط لها نشا عشان هتبقى جافه وهتتباع بره. طبعا هي ما فيهاش مواد حافظه، ففي كل الاحوال كل الحاجات اللي بنعملها ما فيهاش مواد حافظه. لو ما كانتش مجففه تماما يبقى الحفظ بتاعها بيكون في الثلاجه وفي الفريزر، زي ما عملنا قبل كده الكرفس والبقدونس المجفف ده ورق ما عليهوش اي اضافات، حاجه ناشفه زيه زي النعناع فيتحفظ بره. على كل ان شاء الله هسيب لكم الرابط، وما تنسوناش في اللايك والكومنت، وان شاء الله اتمنى لكم السعاده والتوفيق، وانتظرونا في فيديوهات تانية حصريه بامر الله ونادي كل الستات.
ما تستهونوش بصورة أو مقطع موسيقى في الفيديوهات بتاعتكم، اعزفوها، ربنا يبارك فيكم وليكم يا رب، هتشهد علينا كل حاجة يوم القيامة، ربنا يغفر لنا جميعا. قل هو الله أحد 10 مرات بتبني بيت في الجنة، ما بتاخدش أكتر من 2 دقيقة. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.